وينضم إلينا من القدس المحتلة سامر السنجلاوي الباحث في الشأن الإسرائيلي. أستاذ سامر، حاليا نحن اليوم في الساعة الأولى من المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما الذي يريده نتنياهو من هذه الخطوة المتقدمة في هذه الحرب اليوم؟ هو نفسه لن يستطيع الإجابة على هذا السؤال، هو نفسه لا يستطيع أن يحدد أهدافا لهذه الحرب على غزة. يعني كل الحرب الآن التي تجري على غزة من البر والبحر والجو هي تستهدف غزة فوق الأرض، ولكن المعركة الحقيقية التي تنتظر نتنياهو هي غزة تحت الأرض. حتى الآن لا يوجد أي احتكاك عسكري حقيقي بين قوات المقاومة وبين الجيش الإسرائيلي. نتنياهو حتى الآن يدير معركة مع المدنيين الفلسطينيين، مع غزة فوق الأرض. هو يتجنب خوض المعركة الحقيقية مع غزة تحت الأرض، ولذلك تجد التخبط حتى في استمرار تغيير الخطط العسكرية. أنا لست خبير عسكري، ولكن من الواضح أن هناك إرباك، هناك تخبط كبير حتى في الماكينة الإعلامية الحربية المتعلقة في تفسير ما يجري من أحداث عسكرية للشارع الإسرائيلي. لغاية الآن على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يحقق أي انتصار. الجيش الإسرائيلي يهزم لأنه لا يستطيع أن يقدم حلولا عسكرية أعلن عنها. نتنياهو صعد إلى أعلى شجرة ممكن في تحديده الهدف العسكري من وراء هذه الحرب عندما قال نعم. نريد أن المعذرة فقط، اسمح لي بالتنويه على هذا العاجل الذي وردنا من مراسل الغد، قصف عنيف من طيران الاحتلال على مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة. المعذرة، أكمل الفكرة أستاذ سامر. هم يخسرون المعركة عسكريا، هم يخسرون المعركة سياسيا، وخسروها من اليوم الأول المعركة سياسيا. إسرائيل التي كانت قد جمدت القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، التي أسقطت القضية الفلسطينية حتى عن جدول أعمال بايدن الرئيس الديمقراطي الذي كان يفترض أن ببرنامجه الانتخابي أن يضع موضوع القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، هي جمدت الموضوع الفلسطيني. وفي 7 أكتوبر أصبحت القضية الفلسطينية هي على رأس جدول أعمال كل صانع سياسة في العالم، أنهت كل القضايا العالمية الأخرى إطلاقا. الآن لا أحد يتحدث عن أوكرانيا، لا أحد يتحدث عن الخطر الصيني والروسي وإعادة ترتيب المحاور العالمية. كل صانع قرار في العالم الآن يريد أن يتلقى تقريرا يوميا من كل دبلوماسي في حوزته عن ما يجري من أحداث في غزة. إذن غزة أصبحت على رأس العالم، تتصدر كل الاهتمامات الدولية. وفي الإعلام أيضا إسرائيل تتراجع بعدما استطاعت أن تحدث طوفان إعلامي يوم 17 لصالحها، الآن بدأ ينعكس هذا الطوفان الإعلامي ضدها ومع تعاطفا مع الشعب الفلسطيني. كان مثلا أمس هناك في جلسات استماع لوزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس فيما يتعلق في محاولة الإدارة الأمريكية لتمرير المساعدات العسكرية والمالية لكل من أوكرانيا وإسرائيل، برزت حالة احتجاج ضخمة وكبيرة في قاعة الاجتماع عندما قاطع محتجون أمريكان الجلسات الاستماع ووصفوا بايدن بالقاتل ووصفوا بلينكن بالقاتل ودهنوا أيديهم باللون الأحمر وقالوا لهم دماء أطفال غزة على أيديكم. وهذا تحدي كبير. بايدن الآن هو سيدخل خلال 2 أو 3 أشهر مع نهاية هذا العام في حملته الانتخابية، تنتظره انتخابات في الربع الأخير من سنة 2024، ويتعرض إلى ضغوط كبيرة أيضا من الجالية العربية والإسلامية، ويعقد اجتماعات مستمرة مع قادة هذه الجالية التي لا تتقبل الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل في حرب الإبادة ضد أطفال غزة. وسيخسر بايدن
أصوات الجالية العربية قد تسقط هذه الحرب فرصة بايدن في ولاية ثانية في الولايات المتحدة. إذا لا تجري الأمور بما تشتهيه سفن لا نتنياهو ولا بايدن. كل هذه الأطراف المشتركة في حربها على غزة تخسر في كل المستويات الإعلامية والسياسية والعسكرية. الآن إذا أردنا أن نستعرض قليلا ماذا تحاول القيادة العسكرية الإسرائيلية أن تفعله في هذه الأثناء، هي تحاول أن تحاصر مدينة غزة، دخلت من محاور عديدة وتريد أن تطبق الخناق على مدينة غزة بالتحديد، لأنها تعتقد أن مدينة غزة هي قاعدة ومحور انطلاق المقاومة، وأنها بحصارها لمدينة غزة تضعف المقاومة ولا تجرؤ هي على عمليات موسعة كبيرة. هي تريد أن تحدث نوع من الضعف التدريجي للمقاومة في حصارها على غزة، ومن ثم تدرس خياراتها. هي تقوم بالخيارات العسكرية كل ساعة بعد ما تجس النبض في نعم الميدان.